student activity. فكرة ناس بتعلم تمثيل أو بتعلم إخراج في كلية كمبيوتر ساينس دي حاجة ممكن يعني حاجة جديدة، ممكن تلاقي حاجة حلوة وممكن تلاقي حاجة وحشة. بس الفكرة إن أنا من وجهة نظري إن أنا شايفها حاجة حلوة جدا. ليه؟ علشان الناس هنا شبعانة كود، شبعانة شغل تكنيكال، شبعانة شغل أي حاجة ليها علاقة بالكود، ومحدش فكر يعمل حاجة بره كده. مميز في الجيم إنها شورت موفي ده ممكن ينتشر بكل سهولة على اليوتيوب مثلا، ممكن يبقى في فيديو مالوش اي سبونسرز او كده وينتشر وممكن يشوفوا ملايين وكلهم يتغيروا، او مش كلهم بس على الاقل اكبر عدد منهم. يعني فيديو شافه 200,000 مثلا اتغير منهم 2000، ده في حاجه حصلت يعني، وال 2000 دول هينشروا فكره، مش هيبقى 2000 كده خلاص. فكره ايكيجامي، انا اصلا اكتر حاجه شدتني ايكيجامي انها مش حاجه تقليديه، مش حاجه اللي هو ازاي تشتغل، ازاي اللي هو تشتغل عشان تجيب فلوس ومش عارفه الكلام ده. هي حاجه ليها علاقه بالفن اكتر، واحلى فن اللي هو الافلام. انا حسيت يعني ان هي فكره جديده ممكن نغير حاجه، لان احنا محتاجين نغير حاجات كتير كمواطن. يعني فكر الشعب المصري محتاج حاجات كتير تتغير، يعني اولهم العنصريه. يا اقول ايه؟ طب اديني، طب قول لي جمله، طب اقول عشان تعرف. خش في وشك، خش في عينيا، خش في عينيا. شفتوا وسمعت طبعا عن يامي، الناس الفاوندرز يعني اعرفهم كلهم، واعتقد معظم الكرو تقريبا اعرفهم. بجد ناس عامله شغل عالي والفلوس بتاعهم جامد جدا. مجانين! ايوه والله، مغفلين كلهم اقسم بالله. بالذات كوكو، والله كوكو بامانه من الناس المغفله الحرمه اللي انا قلتها في حياتي. الله ربنا يخليك. حسيت ان فكره ايكيجامي مختلفه عن بقيه الاكتيفيتيز الثانيه. كل الاكتيفيتيز الموجوده في اي جامعه بتبقى مثلا كلها تكنيكال، الاكتيفيتي الوحيده النون تكنيكال هي ايكيجامي. انا شايف ان هم اختاروا طريقه كويسه ان هم يصلحوا بيها حاجه. شايف ان هم فعلا اكتر ناس كريتيف ساعدت في حل المشكله. هو كان بقول لك ايه، اللي كان واخدها كان بيقول لها ايه؟ كان بيغني لها اغنيه برضه. بقالي ساعه وربع مستنيه. ايه اللي عجبك في الايكيجامي خلاك تدخل؟ انها بتحاول تغير سلوكيات المجتمع عن طريق الشورت نوتس بس بقى.